عشرات المنازل بنيت على أغصان الأشجار في حديقة ماديسون سكوير في نيويورك، خبر غير مألوف في عاصمة المال والأعمال العالمية المنهارة حاليا. تاداشي كواماتا وستة من الفنانين اليابانيين حولوا الحديقة إلى متحف رائع شكل مزيجا بين فن الإنسان وعبقريته وجمال الطبيعة وروعتها. كواماتا وصف المتحف بأنه حلمه منذ الصغر، حلم أراد به تغيير نظرة الناس التقليدية إلى الأشياء التي يرونها كل يوم. الناس دائما ينظرون إلى الشارع وإلى الزحمة، لا أحد ينظر إلى السماء، ولكن مع بناء هذه البيوت الناس سينظرون إليها وبالتالي سيرون السماء. أنا سعيد جدا، هذا تغيير للمفهوم القديم الذي يعرفه الناس. معرض فريد من نوعه سيفتتح في 2 أكتوبر تشرين الأول الجاري وسيستمر 3 أشهر. الفنانون يضعون اللمسات الأخيرة على البيوت التي تقع على ارتفاع بين 5 أمتار و12 مترا، ما يعني أن أيدي المارة لن تلمسها. ولكن بعض الأشخاص لديهم رأي مغاير، فهم لا يهتمون بالعمل الفني بل بالبيئة وبسلامة الأشجار. أنا مستاءة من هذا، آمل أن لا يضر هذا العمل بالأشجار، هذا تعد على الطبيعة، إنه ليس فنا، من الأفضل أن لا نؤذي الأشجار. كواماتا ورفاقه أكدوا أنهم يعملون بحذر كبير لكي لا يلحقوا الضرر بالأشجار، فرسالتهم من هذا الفن هي المحافظة عليها. كل شيء أصبح ممكنا في هذا الزمان، حتى بيوت تتهادى فوق الأشجار. أحمد السباعي، روسيا اليوم.